مرحبا طلاب، السلام عليكم. شلونكم؟ ان شاء الله بخير يا ربي. طبعا سوري على التاخير والله العظيم، بس البارح نزلت لكم لكشر 10 يمكن، واليوم لكشر 11، باكر لكشر 12، ونختم البيولوجي ان شاء الله. طلاب، هذا اللكشر بسيط ان شاء الله وحلو. فانا هسه بوضع، هسه تعب تعب الليل، ووضع تعبان يعني نص قراءه لحد الان، فخاف يعني اسحق كلمه هيجي تطلع، فعذروني يعني. طلاب، نبدأ بهذا اللكتشر اللي هو سنترال دوغوما اللي شرحناها بلكتشر 10. اول خطوه منها شنو هي؟ الترانسكريبشن. تمام، احنا نجي نعرف شنو الترانسكريبشن. طلاب، الترانسكريبشن the first step of central dogma is the transfer of information from DNA to RNA. دي يقول لك الترانسكريبشن هو اول خطوه من عمليه السنترال دوغوما. تمام لو مو تمام، اللي هي يتحول بها الدي ان اي الى ار ان اي. شوف، عن طريق الترانسكريبشن. زين، هاي الترانسكريبشن شو تسوي؟ تنقل لي المعلومات من الدي ان اي الى ار ان اي. شوف، تنقل لي المعلومات من الدي ان اي الى ار ان اي. يقول لك ترانسكريبشن ذا لينك بتوين جين اند بروتين، هي حلقه الوصل بين الجين والبروتين. لان احنا شنو الغرض انه يابا انا احول الدي ان اي الى ار ان اي والار ان اي احول الى بروتين، غير انه احول الجينات الموجوده بالدي ان اي غير حتى اسويها بروتينات؟ اذا هي حلقه وصل ترانسكريبشن بين الجين الموجود بالدي ان اي والبروتين. تمام لو مو تمام؟ تمام. زين، الار ان اي شنو هو؟ يقول لك بريدج بتوين جين اند بروتين. يعني هو شنو؟ عباره عن ممر. شوف، الار ان اي هو عبارة عن ممر بين البروتين وبين الجينات الموجودة بالدي ان اي. هذا الليكتشر وضحناه وفتحناه. نكمل طلاب. طبعا هذا رسم توضيحي. نبدأ هنا. اريدك تركز وياي كل زين حتى نعرف شلون، يعني حتى تستوعب مني انه هاي شلون راح نقراها. طلاب، دقيقة، خلينا ندور على ابسط، يعني هاي من البداية. اي، خلينا نقرا هاي بعدين نرجع على ديشة. طلاب هسه تقولون ليش تبدا بهاي؟ لان انا بدي اعطيك المعلومه شويه شويه بعدين نمشي على التعقيدات. طلاب، الترانسكريبشن هو يتكون من ثلاث خطوات. هاي الرابعه editing، يعني تعديل. فانت عندك الخطوات الاساسيه initiation البدايه، والongation الاستطاله، وtermination النهايه. طلاب، احنا بالinitiation ال RNA polymers bind to، شوفوا يجي هذا ال RNA بوليمر تشوفه يرتبط بالدي ان اي. شو يسوي الدي ان اي؟ شلون الدي ان اي بوليمرز اللي عندنا؟ يفتح شريطي دي ان اي باي فتحه. يفتحه بس مسافه محدوده. هسه ناخذها بعدين. المسافه ايش قد؟ 100 زوج. 100 زوج، ماشي؟ بيس بير، يعني 100 زوج قاعدي. يفتحها على قد 100 زوج، ماشي؟ هذا ال RNA بوليميرز يرتبط بمن؟ بالدي ان اي. تمام، شو يسوي؟ يسبريت، يفصل، ماشي؟ دي ان اي ستراند، فصلهن. من فصلهن صارت عمليه الالونجيشن. وصلنا الالونجيشن، اجى ال RNA وقام شو يسوي؟ يضيف قواعد نيتروجينيه. شوف، اجى ال RNA وضاف قواعد نيتروجينيه. لكن ال RNA هل هو ضاف على جزئين لو جزء واحد؟ لا، على جزء واحد. شوفوا طلاب، الدي ان اي الجزء العلوي شو يسموه؟ كودينج. تمام، كودينج. وهذا الجزء شو يسموه؟ تمبليت. تدرون شنو يعني؟ يعني هذا الاصلي وهذا المستنسخ. تمام، لان احنا بالدي ان اي كان عندي شريط واحد، ضاعفت الدي ان اي. تذكرون بالريبليكيشن مال دي ان اي، ماشي؟ فطلاب، هو وين يجي الار ان اي؟ ركز وياه، يجي على التمبليت. باوع، يجي على التمبليت، ماشي؟ دي ان اي هنا يجي، ماشي؟ يستخدمه حتى ينسخه. زين طلاب، خلينا نجي نتفق. هو اول شيء راسه عندي شنو هو؟ الانشيشن، اجي الار ان اي بوليميرز، فتح الدي ان اي، شريط الدي ان اي، انه وجه عمليه الالونجيشن، ماشي شباب؟ سوت الالونجيشن. شنو العمليه؟ اجى الار ان اي، اجى الشريط مال الار ان اي. شوف، الار ان اي بوليميرز استنسخ، قام يستنسخ. مين ياخذ؟ التمبليت. تمام، زين طلاب، هنا يقول لك هاي الخطوه، يقول لك اليوراسيل ريبليس بدال الثايمين. شوفوا، احنا الثايمين نشوف، نقول لك شغله باو، هنا
شوف هاي الاي هي المفروض ما استخدمها بتي. انا قلت لكم القواعد النيتروجين الموجوده بالدي ان اي هي من هو سايتوسين وجوانين وادينين وثايمين، والبالار ان اي سايتوسين وجوانين وادينين وشنو بعد يوراسيل، يعني الثايمين ما موجود بالار ان اي واليوراسيل ما موجود بالدي ان اي، يعني اليوراسيل موجود بس بالار ان اي والثايمين موجود بس بالدي ان اي. ماشي ركز وياي وصلت شباب؟ زين. التيرمينيشن اللي هي النهايه مالته، با هنا النهايه، يقول لك الار ان اي بوليمرز ستوب ادينج نيوكليوتايد، يعني يتوقف عن اضافه القواعد النيتروجينيه او النيويدات. هنا نفس الشيء ماشي، هو مو كان يضيف هنا راح يتوقف، باو شلون يتوقف بعد ما يضيف. زين form one complementary strand of the RNA، راح يكون لك خط واحد او خويط واحد منين من ال RNA. واضح شباب؟ هي هاي العمليه. هسه نعيدها، العمليه ثلاث خطوات: initiation elongation termination. initiation يجي ال RNA polymerase، شو يسوي؟ يفتح خيوط ال DNA، بعدين يجي هو نفس ال RNA polymerase يجي يستنسخ من التمبليت وليس من الاصل، يبدي يستنسخ منه. فهسه راح نعرف ليش يستنسخ منه ونوضحها كلهن، بس صبر ولا هاي هيك مقدمه. زين هسه طلاب التيرمينيشن راح يتوقف عن اضافه القواعد النيتروجينيه ويكون له خيط واحد، بعدين هاي عمليه الايديتنج هي عمليه بعدين تصير يضيفون تعديلات على الار ان اي حتى يتكيف الطبيعه، بعدين نعرفهم. نرجع لهاي الصوره بالبدايه طلاب، خلينا نجي نشرح شغله. الانيشيشن باو الانيشيشن عمليه البدايه وين تصير شباب؟ تصير بمكان اسمه برومتر. برومتر ما شباب طلاب، هذا المكان تشوف هذا الجزء هذا كله يسموه بروموتر. ماشي هذه شلون تبدا عمليه ال شو اسمه، خلينا اجي اشرح لك اياها على شيء اوضح، لان هي جديه صدقوني بس تفتهمها خلاص انتهى الموضوع. هاي اعتقد لا هاي انيشيشن اي هاي. طلاب ركزوا وياي كل زين، هاي هاي تفسخ لك المواد كلها. هسه تقول علي جاي تطافر بالسلايدات، شباب هي هاي ماده باوع، خلنا نرجع لك حتى تتاكد من كلامي. شوف هنا شارح لك انيشيشن الونجيشن ترمينيشن، تمام؟ هنا انا هنا هم نفس الحاله elongation elongation termination، هنا هم نفس الحاله صايره عندك transcription هم نفس الحاله مالتك، بس شنو انا اذا نطيك باوعها initiation اذا نطيك اللبه ماشي اذا نطيك المفهوم مال الامتحان مالتك اذا نطيك الشيء اللي تفتهمه. شوفوا شباب وبنرجع عليها كلهن لا تخافون، يعني ما اعرف لك شيء ان شاء الله. شوف شباب منطقه الانيشيشن شلون يصير؟ باو الانيشيشن ثلاث خطوات خلي ببالك. البدايه شلون؟ هنا اكو منطقه يسموها برومتر، هذا البرومتر تدرون ايش يحتوي لي؟ على تاتا بوكس. تشوف هذا البرومتر ايش يحتوي لي؟ على تاتا بوكس. تدرون شنو تاتا بوكس؟ يعني هذا صندوق ايش يحتوي لي؟ على ثايمين وادينين، ثايمين وادينين ماشي؟ هذا التي يعني ثايمين والاي يعني ادينين. هذا الصندوق وين موجود؟ موجود بمنطقة يسموها البروميتر. البروميتر وين موجود؟ بداية شريط الدي ان اي، بداية شريط الدي ان اي ماشي؟ ماشي. هاي شرحنا الخطوة الأولى، نجي نشرح الخطوة هي بعدنا بالانيشيشن. الانيشيشن بها ثلاث خطوات، هسه عرفنا البروميتر وين موجود مو صح؟ زين هسه اشرح لي جل البروميتر باوع. هذا البروميتر مو قلنا هذا البروميتر؟ هذا الصندوق راح يجي يتصل بي باو، هو مو تاتا بوكس، راح يجي تتصل بيه بروتين تاتا باو، هو صندوق تاتا ماشي؟ صندوق راح يجي يتصل بيه بروتين، وضحت؟ يجي يتصل بيه بروتين، شو اسمه البروتين؟ تاتا بايندينج بروتين، وضحت؟ هاي اول، هاي ثاني خطوه باع البي، شوف شو يقول لك؟ يتصل بيه تاتا بايندينج بروتين. بنفس الخطوه هي باوع، بنفس الخطوه مو تاتا بايندينج بروتين، بنفس الخطوه راح يتصل بيه شيء من جوا، شو اسمه؟ ترانسكريبشن فاكتور، عوامل الاستنساخ او عوامل اللي هي مو الاستنساخ، هي الاستنساخ، ترانسكريبشن استنساخ، تمام شباب؟
إذن أعيد لك. الانيشيشن فيها ثلاث خطوات. أول خطوة إنه لازم نعرف إنه أكو داتا بوكس، تمام؟ هاي بالبداية وين صار بالبرومتر؟ هاي المنطقة قلت لكم اسمها برومتر، ماشي؟ راح يجي يتصل بالداتا بوكس شيء اسمه داتا بايندينج بروتين، بروتينات داتا، ماشي؟ ومن جوا يتصل بيه عوامل ترانسكريبشن، ترانسكريبشن فاكتورز. وضحت شباب؟ وطبعا هذا بدي احكي كله هنا يعني. وضحت؟ زين. شوف شو يقول لك، بايندينج بروتين ريجونايز ذا داتا ريجون اند بايند تو ذا دي ان اي. شوف يقول لك البروتين بايندينج راح تتصل، وهاي من تتصل راح تسمح لي انه الترانسكريبشن فاكتور انه تتصل بالداتا بوكس. زين. الخطوة الثالثة شنو؟ باور. هذا الداتا بوكس، هذا الداتا بايندينج بروتين، هذا الترانسكريبشن فاكتور. بعد ايش راح يجيني؟ ايش راح يجيني؟ راح يجيني الدي ال ار ان اي بوليميرز. وين يتصل؟ شوف يقول لك the bound transcription factor from the pocket that allow DNA RNA polymers to bind and being making RNA. شوف هذا ذن الترانسكريبشن فاكتور. شوف شباب من راح يتصلن بيمن بالتاتا بوكس، شوف شو كون شلون البوكيت هنا، كون شلون البوكيت من يقعد بيه، يقعد بيه الار ان اي بوليميرز. اذا صار الانيشيشن مالتي، خلي بالك هيك سوالف حتى تفهموها شباب. اول خطوه عندي هو عندي التاتا بوكس، راح يجي يتصل بالتاتا بوكس تاتا بايندينج بروتين من فوق، من جوا راح يتصل بيه ترانسكريبشن ترانسكريبشن فاكتورز. الترانسكريبشن فاكتورز تسمح لي او تسوي لي بوكيت شلون تجيب، يقعد بيه الار ان اي بوليميرز. تدرون شنو الغرض من هذا الشيء؟ هذا الغرض كله، لان الار ان اي بوليميرز انا اوصفه بالاعمى، ليش؟ ما يندل من يبدي الاستنساخ، فيابا هاي العوامل كلها حتى يجي قد الار ان اي وين؟ بمنطقه يسموها البروميتر، قلنا عليها هاي كلها شيء يسموها برو موتر، ماشي؟ ماشي شباب؟ زين. هاي البروميتر هاي كلها العملية حتى انه ياب الـ RNA يجي، شايف الأعمى شلون يدلوا شباب؟ هذا بالضبط هيك اعتبره، تمام؟ تمام. هسه خلصنا الـ initiation، فهمتوها ان شاء الله؟ ان شاء الله اكيد فهمتوها. طلاب هسه نبدأ الـ elongation power. طبعا هي هاي السلايدات ذني ثلاثة هي أهم سلايدات بالمحاضرة، يعني المحاضرة كلها تعيد وتسقل على هذا الموضوع. شوف طلاب، انا اختاريت لك هاي ثلاث محاضرات، ثق واعتقد هاي ثلاث هاي السلايدات هسه جاي اشرحين هي المحاضره كلها بيها، ماشي؟ زين. الالونجيشن، اجى هذا الار ان اي بوليميرز يريد يبدي يستنسخ، قلت لكم من يستنس هذا الار ان اي بوليميرز. شوف اول شيء فتح، سوري، فتح الخيوط مال الدي ان اي، بعدين اجى شريط الار ان اي، هذا شريط الار ان اي، بدا يستنسخ. قلت لكم من يستنسخ الار ان اي؟ من الاصل لو من التمبليت؟ اكيد من التمبليت، باوع يبدا يستنسخ من التمبليت وليس من الكودينج، هذا الاصل. ليش؟ هسه اقول لكم ليش. باوع اول شيء شلون يبدا الالونجيشن، انت تخلي ببالك الار ان اي بوليميرز هو يفتح خيوط الدي ان اي، قلت لكم ايش قد المسافه مالته؟ 100 او اكثر من 100 من الازواج القاعديه. يعني اذا واحد سالنا قال ايش قد المسافه اللي يفتحها الار ان اي بوليميرز، هاي المسافه اللي قدامكم، تقول له 100 اور مور، يعني اكثر، تكتب له بي يعني بيس، بير زوج، ازواج قاعديه، تمام؟ هاي اختصار. زين طلاب، هسه نجي نعرف شنو الموضوع بعد. هسه هو اجى من استنسخ مين؟ من التمبليت، ماشي؟ استنسخ من التمبليت. هسه نعرف ليش استنسخ من التمبليت، هسه راح يوضح لنا هذا الشيء. شوفوا طلاب، ليش استنسخ من التمبليت؟ هسه راح اقول لك، راح ارجع لك على سلايد، لان انا المحاضره يعني شلون انطيك مفيد منها حتى تعرف شلون تقراها. شوفوا طلاب، هاي بالضبط، هاي شوف هاي طلاب، هذا الـ RNA، خلنا نجي الـ RNA شي يريد؟ يريد شي يشبه الـ DNA، صح لو مو صح؟ صحيح. شوفوا، ليش ما استنسخ منا أنا؟ وليش استنسخ منا؟ باو، هذا الـ RNA، افرض هذا الـ RNA جاي يستنسخ منا، فالجي شي تصير؟ سي، والتي شي تصير؟ يو، والسي شي يصير؟ جي، والأي شي يصير؟ يو، والتي يو؟ U G C C، مو صح؟ زين.
بهالمعنى صار الار ان اي مو عكس الدي ان اي، لو مو عكسه عكس الشريط الاصل، هو انا اريد نفس الشريط الاصل. زين انا هسه اذا رحت وديت الشريط الاصل طلع مو عكسه لو لا؟ شوف انا ما عليكم بهذا، قلت لكم اذا انا رحت اخذت هذا الشريط، بس ركزوا وياي، شوف هذا الشريط الاصل، هذا الشريط المستنسخ، تمام؟ هذا عكس هذا. انا شريط الشرط الار ان اي لازم يشبه الكودينج، ماشي؟ السبب الخلاني انه ما راح استنسخ من الكودينج، لان اذا انا راح استنسخ من الكودينج راح يطلع عكسه، فراح تستنسخت مين؟ من المعاكس، حتى هذا السي شي يصير جي، هذا الاي شي يصير يو، وبهاي الحاله طلع مشابه. بس هسه تقولون ليش ناتي هنا يو؟ اكيد لان الار ان اي ما بيثايمين بيوراسيل، لكن البقيه كل المشابهات. تمام الفكره شباب؟ يعني خلنا اقول لك شغله، شايف يقول لك شون اكو مثل سابق يقولونه، شون مثلا بالله عدو لعدو صديق، او مثلا بعد كل كراهيه محبه. بالضبط هي هاي الشيء. شوف طلاب، هو استنسخ منا، استنسخ من المستنسخ، استنسخ من المو يعني من الكوبي، راح اخذ شلون عينه من الكوبي حتى يطلع لي الاصل. فهمتوا هاي الفكره من الموضوع؟ ليه اذا واحد سالكم قال لكم يابي ليش يستنسخ من التمبليت، تقول له لان هو الشرط مالته حتى يكون يشبه الدي ان اي، لان هو ما يروح يستنسخ من الدي ان اي، لان اذا استنسخ من الدي ان اي راح يكون معاكس اله. شوفوا راح يكون مثل هذا الجو، لكن انا اذا مثل الفوق فاروح استنسخ من الجو حتى يطلع لي مثل الفوق. وضحت شباب؟ ان شاء الله تكون وضحت زين. بعد شنو؟ خلينا نكمل نرجع المحاضرة السلايدات كنا بيهن. هي هاي الإلونجيشن باوع هنا كنا بيها. هاي بالضبط راح يرجع يعيد لك اياها، هي هاي اللي حكيتها أني راح يرجع يعيد لك اياها. باوع ايش قال لك؟ قال لك يابا التمبليت، باوع راح استنسخ التمبليت. شوف أنا ما وين رحت؟ مو قلت لكم نروح نستنسخ التمبليت؟ حتى شريط الآر إن إي شو يطلع لي؟ هذا اللي هو شيء يكون مشابه للار ان اي. شفتوا شباب؟ بس انه تي هي يو، لان قلنا بالار ان اي ماكو ثايمين. فهمتوا الفكره؟ الفكره وما فيها انا استنسخ من التمبليت حتى يطلع لي نفس الكودينج، ماشي؟ نفس الاصل. وهاي الفكره من المحاضره. هسه هنا يقول لك تو ديترمايند ذا سيكونس، حتى تحدد التسلسل مال ار ان اي بيس ترانسكريبت فروم ذا جين، رايت ذا ار ان اي بيسز ذات ار كومبلمنتري to the template DNA strand. هذا أهم شيء تعرف، لازم أنت تعرف. شوفوا طلاب والله أنا يعني بعض الطلاب هو منكم يعني صراحة يتزول هواي مسجات، يقولوا لي مثلا يعني يريدني يريدني شقر عليه to determine اللي يحدد هيك يريدني أقرأ عليه. بس والله العظيم شباب اتعلموا شغلة، يعني أنا هسه من انطيتك هاي الفكرة عن الموضوع، أنت بعد إذا جاب لك إياها قابل راح تغلط. يعني يا اخي اذا قال لك يستنسخ من التمبليت لو من الكودينج، قابل راح تقول له من الكودينج، غير تقول له من التمبليت، مو صح؟ لا مو صح، مو زين. هاي شغلات فهميه انت بس تفتهم، انت موضوع شباب يعني ما يحتاج لك بعد تعيد وتسقل تعيد وتسقل، ماشي؟ زين هسه شباب هاي الالونجيشن هسه وين؟ خلنا نرجع المواضيع اللي عرفناهن، اشوف لك الاشياء اللي مهمه هاي كلها قريناها. تمام شباب، هاي الانيشيشن هي نفسها، ها اكو هاي قريت لك اياها اني. تمام شباب، خلنا نرجع لهاي. يقول لك the process by which DNA is copied RNA involve the an enzyme called RNA polymerase. شوفوا طلاب هاي انا شرحت لك اياها هسه، مو قلت لك يابي هو الانزيم الاساسي اللي يفتح شريط الدي ان اي هو الار ان اي بوليميرز؟ مو صح لو مو صح؟ شوف هو راح يعطيك اياها. يقول لك الار ان اي بوليميرز اتاش تو دي ان اي، يجي يلتصق بالدي ان اي. شوف هذا الار ان اي بوليميرز اجى التصق بالدي ان اي بيا منطقه بالبرومتر. مو قلت لك انا بالبرومتر وشرحت لك الخطوات الثلاثه؟ قلت لك يابي عندك تاتا بوكس يتصل ببروتين تاتا، بروتين تاتا، ومن جوا يتصل الترانسكريبشن فاكتور، وبعدين هذا كله مهيئات المن للار ان اي بوليميرز حتى يجي يقعد بالكاب ويجي يمشي يفتح الخيوط مال الدي ان اي. وضحت لو ما وضحت؟ اكيد وضحت شباب. زين هاي الفتحه مال الدي ان اي شوف يفتحها دائميه ولا مؤقته؟ لا مؤقته، تيمبرولي شباب مؤقته. وش قلنا؟ 100 زوج، ماشي؟
مسافة 100 زوج قاعدي مؤقتة. يقول لك الار ان اي بوليمرز اد ار ان اي نيوكليوتايد، راح يضيف لك القواعد النيتروجينية، وهاي كلها شرحت لكم اياها اني. ماشي، الار ان اي بوليمرز ترافل الونج تمبليت ستراند، على يمين ينتقل على التمبليت، وهاي هم شرحت لك اياها اني. ماشي شباب، قلت لك اذا انت تركز وياي بهاي السلايدات، هذا نشوف منها انيشيشن، هاي الخطوات ذني كلهن، اذا كنت مركز وياي فكلش عاشت لك وانت ضبطت الموضوع والله العظيم. هسه شباب راح نجي نحكي على اشياء تذكرون الخطوه اللي انا قلت لكم عليها. انا دوختكم كل ساعه اروح وارجع اروح وارجع، بس هذا كله حتى تنتهي المحاضره. لان طلع اني كطالب، يعني اني كطالب مثلك، اذا اجي اقرا واذا ما عندي مثلا يعني فد معلومات، وهاي من راح ابدا بنا باول سلايد هذا كل شيء ما راح افتهم. ليش؟ لان المعلومات مخربطه. يعني مع احترامي للدكتور اللي مسوي المحاضره، بس المعلومات يعني ما جايه بتنسيق، المعلومات مطي هنا فد كوما من المعلومات، بعدين راجع شارح لك هنا، شوف شارح لك شيء بسيط هنا، بعدين هم راجع شارح لك العمليات. فهو لو مختصر الموضوع اللي هاي المحاضره مختصرها بعشر سلايدات بس، كان انت يعني حتى ما دخلت. هسه راح نجي نحكي على هاي الايديتنج، تمام؟ شنو هاي الايديتنج شباب؟ راح نجي نحكي هذا السلايد ونخلص المحاضره. ليه ظل بالك ولا هاي؟ شوف طلاب، خليني اقول لك شغله. ماشي؟ هذا السلايد اذا وضح لك. تمام. اي هذا. يا طلاب، ركز وياي. هذا طلاب، احنا مو اخذنا شريط الار ان اي، هذا شريط الار ان اي اذا طلعناه بدون ما نسوي له تعديلات فهذا راح شنو؟ راح يتيه خطيه، راح يتيه مع الشباب. فطلاب احنا نريد نفتهم انه شنو التعديلات اللي راح نسوي عليه، راح نقرا ونفتهم بعض الاشياء. يقول لك بارتيكولار ان ايوكاريوتيك، ماشي، ذا برايمري mRNA messenger mRNA RNA يعني transcript is produced before it become a mature mRNA transcript. هاي ما عليك فيها شيء مو مهم، تعال وياي هنا. DNA contain both DNA بي اكزون وبي انترون. تقول على شنو اكزون وشنو انترون؟ انا هاي اوضح لك حتى شنو تعرف ومتيه بعد. شوف طلاب، خلينا نلقى لك صورة، هي المحاضرة حتى صور ما واضحة بيها، ما يخالف تحملني، بس هذا كله لمصلحتك جديات، يعني حتى المحاضرة وانا تطلع التفاهمة بعد، والله العظيم ما يحتاج حتى تروح تقرأها بعد. دقيقة دقيقة، هنا ماكو مهم، ماكو مع الأسف، يعني محاضرة ما بيها طلاب، ما يخالف. يلا وصلنا أخير شيء، يلا وصلنا. تمام طلاب، خلنا أجي أشرح لك هنا. تخيل 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 وياي، هذا شريط الدي ان اي، الار ان اي سوري، تمام، هذا شريط الار ان اي. شوف الار ان اي من مكون، هذا الهيجي باو، هذا هيجي، هذا شي يسموه باو، هذا يسموه شباب، يسموه اكزون. هذا الاكزون وهذا هم اكزون وهذا اكزون، تمام زين. هاي المسافة شو يسموها؟ يسموها انترون. وضحت؟ هاي المسافة شو يسموها؟ انترون. شوفوا شباب، اكو فرق بين هاي المادة وهاي المادة، او هاي التسمية وهاي التسمية. الاكزون شنو هو الاكزون؟ يقول لك يابا الكودينج سيكوينس. تدرون شنو الكودينج سيكوينس؟ يعني جزء مهم، هو اللي يشفر، ماشي، التسلسل التشفير، يعني هو اللي ينطي شفرات. الاكزون كلش مهم. زين شنو الانترون؟ هو جزء يعني زايد، جزء ما نحتاجه، ماشي، نون كودينج، ودليل على انه ما نحتاجه راح نتخلص منه بعمليه سبلاي يسموها قطع، ماشي. هسه عرفت شنو الاكزون وشنو انترون؟ وضحت شباب؟ الاكزون هو هذا الجزء المربع، والانترون المسافه اللي بيناتهم. زين الاكزون هو الكودينج والانترون نون كودينج. شفت هاي؟ افتهمتها هاي النقطه، صار متاكد انت افتهمتها. نجي البوث اوف ذيس ار ترانسكريبت ار
and are present in primary mRNA. يقول لك هذا الاثنينات الموجودات بال mRNA يعني. يقول لك during process. شوفوا طلاب ركز وياي هيك باوة. ركز وياي. أريدك تركز. هسه راح نسوي التعديلات. طلاب ال RNA شريط مالته راح أضيف له تعديلات. ثلاث تعديلات. شوفوا شباب ثلاث تعديلات. التعديل الأول راح ألبسه كاب. شنو كاب؟ يعني قبعة خلينا نقول. راح ألبسه قبعة ماشي. شنو هاي القبعة شباب؟ هاي الكاب طبعا هو هنا أنا ما شارح لنا عليها شباب، يعني ما شفت أي شيء يوضح لك إنه شنو الكاب وشنو مواضيعها. هنا أنا ما موضح لك باوع أبد، ما جايب لك السيرة. بس إحنا حنتخيل الموضوع ماشي. تخيل شريط الدي ان اي هذا او هذا بوع مطيك كاب. شوف هذا شارح لك هنا، بس هو بالحقيقه مو هيك شباب، هو بالحقيقه انه يتم تغليفه ماشي شريط الدي ان اي. شوفوا طلاب هذا الكاب هو اول تعديل اليه. هسه تقول علي من هذا الكاب من شنو متكون؟ اقول لك مو شغلتك. تدري ليش؟ لان احنا ما ماخذيها هنا. انت تعرف اول تعديل شنو الكاب وين يصير؟ بالبدايه بمنطقة الانيشيشن بالبداية ماشي. يلا التعديل الثاني شنو هو؟ بولي ادرينيليشن. شوفوا شباب عملية، شوف هاي بولي اي، تدرون شنو اي؟ يعني ادرينيليشن ماشي، اضافة الادرينالين ماشي. شوف بالبداية ضفنا كاب، بالنهاية خلينا بولي اي تيال هيك احفظها ماشي. شنو اي؟ يعني ادرينيليشن، يعني الادرينالين، عملية تحليل الادرينالين يعني هيش صارت اضافة الادرينالين ماشي بالذيل مالته بالنهاية بالترمينيشن. وضحت؟ العملية الثالثة شنو؟ هاي الاجزاء المو مهمة راح اسوي لها سبلايسنج، اقطعها واخلي اكزون بصف اكزون ماشي. يقول لك العملية الاولى كاب اند فولي اي تي ال. يقول لك سيرس اوف ذا ادينين النيوكليتيد، يعني راح نضيف بعض الادينين، ادرينالين ادينين نفس الشيء. انا سميت ادرينالين سوري، هي ادينين ماشي. وشباب هي اضافت يعني هاي الكاب بالمقدمه والبولي اي تيل يعني بالنهايه التيرمينيشن مالته ماشي شباب. زين بالنص ايش راح نسوي؟ يقول لك also there is excision of the intron، راح نقطع الانترونات and splicing together of the exon. يعني شنو؟ اقطع الانترون والزق الاكسون ويا واحد ويا الثاني. شوف يعني شو يصير عملي شباب، نشوف سبلايزنج با قطعنا لهذا وشنو خليناه يلتصق ما شباب. شوف بقى الفكره اجيت انا هذا الانترون ماشي، جبت هاي بدي اشوف هاي الصخره شنو هاي، هي سبلايزنج، هاي هي هاي تقطع. فشوف دمجت هذا ويا هذا ويا هذا، شوف الشكل طلع لك ماتشور ام ار ان اي، طلع لي مسنجر ار ان اي ناضج. اذا اعيدها، التعديلات صارت عندنا، اضفنا كاب وضفنا بولي ادينين تيل وشن الانترون وطلع عندنا مسنجر ار ان اي ناضج ما شباب. زين هاي السبلايزنج شو يسموها؟ اكو تسميه لها ثانيه، هي عوامل يسموها، شوف شباب يسموها سبلايسيو سوم ما شباب. سبلايسوم ماشي. Then the mature mRNA molecule is ready to leave the nucleus. بعد انه ما صارت قطعنا الانترونات راح يصير هذا mRNA المسنجر يكون مهيئ لمن حتى يغادر النواة ويروح للسيتوبلازم. وضحت شباب؟ اتمنى لكم كل التوفيق يا ربي. جديات هاي المحاضرة وما فيها، طبعا هذا هي عبارة عن ريفيو اللي شرحناه كله ماشي طلاب. اللي يريد يروح يقرا راح يشوف الحكي اللي خاف شافني قدمت واخرت بالسلايدات. بس انه هاي المحاضره هي لازم تنشرح هيجي حتى انت تفتهمها، لان انا اليوم انا مو دكتور حتى اعطيك محاضره اخلص منك، لا انا داي افيدك بشغله مفيده، يعني عسى ولا انه تستفاد جزء بسيط هذا راح يفيد، يعني يفيدني الي انه يعني حصل ثمرة هذا الشيء دا اسوي لك اياه انه انت استفاديت لا اكثر ولا اقل. تمام شباب، ثانك يو فور لسنينج تو مي، اتمنى لكم كل التوفيق يا ربي. اخوكم علي حيدر، التليجرام مالتي يمكم، اي سؤال اي شيء تحتاجون انا موجود، وان شاء الله باكر المحاضره 12 تنزل لكم
ويا ربي كل التوفيق، شدوا حيلكم وإن شاء الله الأمور سهلة. باي باي.